أثبت إن اللي اتكسر ينفع يتصلح، وإن الغلط ممكن يتداوى مهما كانت صعوبته وبشاعته، إلا إن ممكن الغلط يتمحي تماما من حياتك وتبدأ من جديد. هو خبير التجميل اللي اتشهر بإزالة التاتو بدون أي مقابل. معانا ومعاكم عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله تمام. الأخبار؟ إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. تمام. ايه بقى موضوع ازاله التاتو والشهره والبروباجندا اللي حصلت على موضوع ازاله التاتو ده؟ ببلاش ببلاش يا عبد الرحمن. ايه اللي حصل؟ طيب احكي لي. هو اللي حصل، الموضوع طبعا ما كانش مرتب، وان التاتو ريموفال مش شغلي الاساسي، هو بند من بنود شغلي. وطبعا خلال دراستي يعني الوشم واضراره في الدم، اللي هو اكتر حاجه منتشره دلوقتي، الكانسر والتهابات الجلد وتلوث الدم. ربنا يحفظنا جميعا. اللهم امين. وطبعا اسعار الجلسات اللي ناس كتير غير مقتدر انها تدفع ثمنها، فده اللي خلاني اخد الخطوه اللي انا اتبرع بالبند دوت لوجه الله. طيب وايه اللي حصل بقى، وايه الهجوم الفظيع اللي بقى بيجي لك الكلينيك وبتشيله التاتو مجاني؟ طبعا بدات اعمل بوست، حطيت صورة بيفور وافتر لشخص كان شايل التاتو، وعملت بوست ونزلته عادي جدا على البيج. كنت منزله كمان على البيج البرايفت بتاعتي، ما كانش على جروب الكلينيك حتى. كمان كنت منزله عادي. ما شاء الله ربنا اراد، لما ربنا بيريد. سبحان والله الله. كنت لسه حتى ما نزلتوش على البيج، فنزلته. انا يا دوبك نمت صحيت، انا لقيت المسجات على الواتساب بلس 4000 مسج. الناس بتعشق ابو بلاش. ابو بلاش كتر منه. يعني في الفون نفس الكلام، عدد كبير. طبعا بقى كان قدامي حلين، لا اما اكمل واخد كم الناس دي، لا اما اوقف، اللي هو خلاص ده كان عرض وخلص عادي. قررت ايه بقى؟ فبدات طبعا انا اواجه الناس كلها، يعني اي حد كان بيجي كان تمام بيجي من اول سيشن لاخر سيشن فور فري من غير اي مقابل مادي. ولا جنيه؟ ولا جنيه. طيب اكيد قابلتك حالات صعبه وحسيت ان ايه ده، انا ورطت نفسي ولا ايه؟ اكيد حصل معاك ده؟ يعني حصل لي، يعني جات لي حاله، كان شاب وهو عامل ثلاث رسومات عادي، يعني عامل حرفين وجمله وعامل رسمه تاني من رسومات السحر الاسود. فانا بدات اللي انا اشيل في الكلام والجمل اللي كانت موجوده فوق. انا اول ما جيت ابدا في الرسمه اللي هي عين حورسيه كمان. اول ما بدا الجهاز يشتغل على الرسمه، الاشعه فصلت. الرسمه دي جت ازياء في حياته كتير، في مشكله. في يعني انا بسمع برضو ان بيبقى في حاجات كده او عواقب بتبقى بالزبط. ورا موضوع الوشم. لدرجه حتى هو استغرب، انا طبعا استغربت، الجهاز مش شغال. نيجي نعيد على اللي عملناه فوق، تمام الجهاز يشتغل، نيجي على الرسمه يفصل الاشعه تماما. مفيش كهرباء اصلا في الجهاز. طب وايه اللي حصل؟ وصلتوا لايه يعني؟ قلت له مش قادر، يعني مش قادر اعمل لك حاجه في الرسمه ديت، خلاص تعالى كمل سيشنات في الرسومات اللي فوق وخلص اللي فوق عادي. هي الرسمه دي اللي كان فيها المشكله كتير بقى كده، كتير كتير بيجوا رسومات ازياء في حياته.